فكرة التنظيم واربعة مدافعين، قول لي انت تميل اكتر او عاجبك طريقة اللعب اللي هي 4-1 4-1، لان 90% الراجل بيلعب بالطريقة دي، ولا انت في دماغك ممكن يناسب نادي الزمالك طريقة تانية؟ والله كابتن، هو الطريقه بتاعته مناسبه جدا. هو في ميزه كويسه ان هو مش بيلعب، مش فاتح الملعب دايما، هو بيأمن نفسه، ودي حاجه كويسه جدا ان انت بتدافع كويس وتقدر في اي وقت تجيب جول. فهي طريقته بالنسبه 4 يلعب مثلا 4-3-3 دي كويسه برضو لو لعبها. هي بتستنفذها جوه الملعب ب 4-1 4-1. هو بيستفزها، بس هو بيبص على طريقه اللعب، بيفضل ممكن بيغير ساعتها وبيعمل تغييرات كويسه، حتى لما بيجي بيعمل تغييرات في بعض المراكز بصراحه بيبقى فيه توفيق جدا. ولكن هو كمان عامل بدني كويس جدا، واقفين على رجليهم الحمد لله.